بهمني. أنا بدي أحكي معاكي في هذا الموضوع بالتحديد. هسا بجوز تقولي مجنون ومش عارف إيش، وكمان صلاحك قال، بس أنا زلمة قريت في عيونك حنان وجمال وطيبة بجنن، فحابة أتعرف عليكي. اللهجة، معاكي حق. أنا من الأردن بس عايش هون، بجوز أضل عايش هون وبجوز لا، والله مش عارف ايش بصير. هيك من مرة ومن بعيد لبعيد ما بعرف. أنا ولا مرة صار معي هيك شيء، يعني ولا مرة تلقيت عرض بسرعة أو من حدا ما بعرف. لا ماني مرتبطة. ما بعرف الحقيقة، أنا هلأ فايقة من النوم، مالي مصحصحة لسه ما ركزت. طيب خلص حاكيني المساء ومنشوف. ماشي، الله معك.
هشام. آسف معلم، فياتك بكير. ولا يهمك، ما في مشكلة. شوفي أبوك قاعد بالمحل وشه ما بيتفسر. يا يلا ماشي، يلا بسيطة، نازل لعندك أنا. والله ما بنصحك معلم، شكلها كبيرة القصة. لك هشام عمل لك، خلص عمل له فنجان قهوة، يلا جاي لعندك أنا. ماشي معلم، بأمرك، الله معك. رضا، رضا ليكني ليكني، شو بعرف؟ ما في شيء، ما فتت لعندك، خفت ما لقيتك، فكرت. لا تفكر، رح اعمل لك قهوه لبين ما تبدل اوعي. لا لا ليكي هيك ما في داعي، لانه ابو صلاح ناطرني بالمحل. صلاح بيضل ابوك قد ما عصب بدك تتحمله. ها ما بدي وصي لك. ايه ايه طبعا، يعني ابي بيضل. شو الحكي تضربوا انتوا اللي بشكلكم، عن جد خجلتوني. ايه مو معقوله انت، شوفي يا بقى مأمير، كلياتنا بنعرف القصص عادي. ايه وانت وابو رائد هلا شلون؟ ايه لا حبيبتي، انا ابو رائد منتهي القصص من زمان. شو نبيله؟ وين سارحه؟ انتوا الحق عليكم، افتحوا لكم شي سيره نقدر نحكي فيها. وانت كمان الحق عليكي، ترملتي على بكير، ليش ما تزوجتي بعد المرحوم؟ اجاها مو ما اجاها؟ والله اجاكي نبيله؟ يا لطيف. ايه طبعا اجا ابو زهير. من شو بيشكي ابو زهير؟ قولي. طامرو لا تسكريني فيه. يو ليش، شو كانت مشكلته؟ كان بده اياني اعطي البنات لاهل ابوهم ونسافر انا وياه نشم هوا. ايه شو بدك احسن من هيك؟ ما فشرت عينه؟ عندي ضفر كل وحدة فيهم بيسوى رجال الدنيا كلها. ايه بس نبيلة مو هذا هو السبب بس. معناتها في شيء تاني. شو نبيلة؟ تحكي انت ولا انا احكي؟ بحكي. لما قال لي بدنا نسافر قلت لحالي بجس نبضه، بركي يعني هيك بيرضى يخلي البنات معي، يعني منعيش لنا كم يوم حلوين بلاد برا. سألته شو حاطت براسك، لوين بدنا نسافر؟ قام لي لوين يعني؟ لعندي على الضيعة. تستاهل. أهلين معلم. أهلين هشام. أهلين يا أبي. أهلين سالي، شرفت المحل. هشام الله يرضى عليك، تركنا لحالنا شوي. لا يا هشام لا، ما حبيت منك منوبة. عمك أبو صلاح أمر وبعدك هو. عمك أبو صلاح بيأمر عليك وعلي والحارة كلها. يلا اتكل على الله. يلا السلام عليك. لكم السلام. شرف يا أبي. ليك ولا أنا بعرف إنه هذا المحل باب رزق، لذلك ما رح أعمل لك خناق وعياط وشوشرة قدام العالم كله، بس في كلمتين بدي أقول لك يا هون، في سؤال بدك تجاوبني عليه غصب عنك. تفضل. أول شيء الكلمتين عليك يا حوينة، تربيتي فيك يا حوينة. بتمون أبي. والسؤال؟ أختك وصال والزفت جهاد وين سكنوا؟ بدي عنوانهم. ما بعرف. ليك ولا صلاح؟ لا تراني عنطوري، تفكرني بتاخد بكلمتين يعني؟ اوعها اوعها، انا ابو صلاح، فهمت؟ انت مهما كبرت بتضل ابني، وانا فزت بكسر راسك بالوقت اللي بريده. كمان بتمون ابو صلاح، في مجال تسمعني شوي اذا سمحت؟ لا ما في مجال، وبدي العنوان. لا في مجال، وبدك تسمعني للاخر بعد امرك. شو بدك تعمل يعني؟ بدك تقتلها لبنتك مثلا؟ ليش؟ عايبة لا سمح الله؟ عملت شيء ضد الشرع والدين؟ بدل ما تيجي تسأل عن بيتها مشان تروح تطبشه وتكسره فوق راسها وراس زوجها، شو رأيك يا أبو صلاح تسأل حالك سؤال واحد بس؟ سؤال واحد بس ماشي؟ كيف كانت عايشة بنتك طول هالوقت بعد ما ماتت أمها؟ بتعرف؟ عندك علم؟ هلأ إذا كنت بتعرف فهي مصيبة، وإذا كنت ما بتعرف فهي مصيبة على أكبر.
انت بتعرف يا ابو صلاح انه خالتي مرتك يعني كانت تتعاملها مثل خدامه بالبيت؟ بتعرف انه اقل كلمه كانت تقلها اياها ابري يقصف عمرك يا مقصوفة الرقبة بدي كسر راسك؟ تعرف ولا لا؟ صلاح شو هالكلام؟ ام نادر بتضل خالتها وبمقام امها؟ ما في حدا بمقام امها، ما في حدا بمقام حدا ابي، الام شي واي حدا تاني شي تاني، ما حدا بيحل محل الاب ولا الام. افترض انت لو لو شو؟ كمل. استغفر الله العظيم، لو صار لك شي لا سمح الله وامي تزوجت واحد بدالك، بترضى انه يكون بمقامك؟ إيه ما فشر هو وستين واحد مثل حكايته؟ انت ابي وبس، ما حدا بيكون مكانك. انا اسف ابي، الله يطول بعمرك ويخليك دايم فوق راسنا. انا حكيت هذا الحكي كله مشان قلك وفهمك انه ما حدا بيحل مكان حدا. انت ان شاء الله مفتكر انه حتى لو امي عملت معها هيك انا بكون راضيان؟ لا ابدا ما بكون راضيان. ابي بدك اياها تطلع من تحت حكم مرت ابوها لتحت حكم عريس جايبته مرت ابوها اكبر منها بكتير وسمعته عاطله. يا ابي ما في ولا شيء بالدنيا بيخليها تبلع مصيبتها وتسكت. بعدين هي تقدم لواحد رفيقي الحارة كلياتها بتحلف بسمعته وبأخلاقه، رايدة وبده يسعدها. صلاح هذا الكلام كله علاك، والأهم من هذا كله طب أختك وصال عندها زرزة حزن تصرف؟ ما بتكسر كلامي وبتهرب مثل اللي عاملة عملة؟ لك يا بي جربنا بالإقناع ما مشي الحال، شو بدك يا تعمل يعني؟ تزت حالها على الموت؟ إذا مشانه كسرت كلمتك لا يكن لك فكرة، أنت قول هلأ إيه وأنا بجيبها على البيت، منخلي كل شيء يكون طبيعي على عيون العالم، يعني منقوله للجهاد يجي هو وعيلته ويطلبوها رسمي، نعمل عرس على السريع وانت بايدك بتسلموا اياها. ما عاد ينفع هالشيء يا صلاح، 100 واحد صار يعرف القصه، اذا سكتنا واحد ما راح يسكت الثاني، بتصير القصه مو قصه انه كسرتي كلامي وبس، بصير انها مسخره. انت شو بدك بالناس وشو بيقولوا الناس؟ انت عليك من هلا اعطيني رقم تليفونها. شو بدك برقم تليفونها؟ شلون شو بدي؟ بدي اتاكد ان لما جوزتها ما جبرتها بشي. صدقني يا بي انا لما زوجت يا اللي بيعمل عملتك ما بيتصدق يا صلاح. لك ليش انا شو عملت؟ صلاح بدك تعطيني الرقم والعنوان ولا لا؟ جوزتها على كيفك وفهمناها، كمان بدك تمنعني انا ابوها احكي معها؟ ما بمنعك. وينك ابي ورحمه امي؟ اذا بتحكي معها شي بهينة او بهين مشاعرها ما بتعرف شو بعملها. هات الرقم هات. شو معلم؟ شو رأيك فنجان قهوة؟ نشرب قهوة. يلا. رح تصرعونا انتو يعني؟ انه حدا بشهر العسل بدق التليفون؟ يا سيدي كله تليفون، شو حيصير يعني؟ هلا قلي، قال الوالد كان عندك؟ هشام خبرني كان خايف وقلقان انه يصير شيء. ايه وعطيته اياه؟ طبعا طبعا حقه. طيب بس شو؟ عن جد عم تحكي؟ يعني انت برايك هيك عادي انه نروح؟ طيب بس احكي لي. طيب 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 خلص مثل ما بدك. لك اهلين صلاحه، الله معك. طيب شو؟ ما رضي يحكي كثير بس لا تاكلي هم، مبين عليه انه مرتاح وما في شيء مضايقه. يا الله منك يا جهاد، كان لازم نفهم شو اللي صار. بعدين شو هي منروح ولا ما منروح؟ اه صحيح، اسمعي شو قال اخوكي الافندي، جاي على باله يتغدى سمك على البحر، فقال لي مشان بكره الصبح نجهز حالنا ونطرق مشوار على اللاذقيه نتغدى سمك ونرجع. عن جد؟ لك ايه عن جد؟ شبك يعني ليش هيك مستغربه؟ شلون ما بدي استغرب؟ اذا انت بلسانك قايل لي خطوه ما بتخطي برات البيت، هلا عم تقلي طلعي على اللاذقيه؟ طيب وصال يعني وجوز عادي ما في مشكلة؟ خلص بطلع والله بطلع خلص اوكي.
يلا اوكي حبيبي باي. لك يا اخي يا حبيبي، خوالة على عيني وراسي، بس انتو شو دخلكم؟ هذا الحكي بصير لو ما كان عنده اخوة شباب. الله وكيلك يا اخي، ما عم يقصروا يقبروا عظامي، ما عم يناموا لا ليل ولا نهار، وهن عم يدوروا علي لمقصوفة الرقبة. خلص خلص، ايه والله اذا استجد شي انا راح اتصل فيكم وخبركم. كتر خير، مع السلامة. يا أمي شوفي شبك، ليش يا غب طلع فيني؟ وصل الخبر للضيعة، خالك أبو محمود كان عم يحكي معي من شوي. طيب شو قال لك؟ شو بدي يقول لي؟ قال لي الخبر صحيح؟ قلت له أي صحيح، طلع الدم لراسه، لو ما هديته بده يلم العيلة ويجي. شو بدنا نجي نساو؟ والله ما بعرف، سأل حالك. أنا ما عم بصير لك. إلك عين ترد كمان؟ ما بيكفي على الورشة ما عدت انزلت؟ لك أمي شو بدي انزل ساوي؟ مش أنا في مالي عين حطها بعين الشغيلة. أيوة بس إلك عين تسهل لنصاص الليالي وتجيني وش الصبح سكران. من أهري أمي، الله وكيلك من أهري. زلتني هالواطي، زلتني وخليت راسي بالتراب. لك أنا لو بطول على التفة بسناني، بس مو طالع بإيدي، شو ساوي؟ حتى جوز أحقر منها، لك كل ما أروح معه لحتى نلتقي ونلاقي حل بيسمعني ألف كلمة على أختك وأختك، أختك عملت وأختك ساويت، أختك هي اللي فتحتنا وأختك هي اللي طل. لك هذاك اليوم إلا شوي رح أطلع بروحه الله وكيلك. أيوة شو رح تستفيد؟ شو بدك تقول للعالم؟ أختي خانت جوزة، إمنا قتلنا؟ والنعم والله والنعم، بدل ما نكون بفضيحة منصير بفضيحتين. أبو سمير اتصل مبارح، قال الشغيلة عم يتصلوا فيه ويسحبوا بضايعهم، حضرتك مو تارك معه مصاري لحتى يتصرف. واليوم خالك أبو محمود عم يحكي ويسأل، وبكرة أبصر مين بده يتصل كمان. لك أنت شو مالك رجال أنت؟ قوم اتحرك قوم. ولك إذا مو سائل عن كرامتك وعن شرفك، نسأل عن مصروف البيت على القليلة. حتى أنت لك أمي، حتى أنت. إيه حتى أنا، حتى أنا. قديس اللي ناطره ما طلع من أمرك شي؟ اسمع لك، معك 3 أيام، يا بتلاقيها لأختك وبتجيبها من شعرها لهون، يا اما انا رح اتصل باخوالك الجن ويتصرفوا. لك شو بدهم يجوا يساووا؟ يعني شو رح يطلع بايدهم يعملوا؟ اللي ما طلع بايدك تساوي لا انت ولا اخوك. ايه اهلين ابو رمزي، حاضر بيوصلوا، دقيقتين بكونوا عندك. مع السلامه. مرحبا عمي. اهلين عمي، شرف. هاي الرقم، جيب لي العنوان الله يرضى عليك. إذا بدك جيب لك العنوان بسرعة، بدنا نكشك شو المواصفة. ها؟ شو يعني كشك شو فشف شو؟ عمي شبنا، شو مفكر أنت في شيء ببلاش؟ طبعاً لازم نكشك شو الموظف، بعدين هاي المعلومات سرية، ما بتطلع لمين من كان. شوف نادير، إذا الشغلة بدك تعمل لي فيها بقرة حلابة وتجارة وكوميسيون، مالي مصلحة بنوب. خلاص عمي خلاص، مسيك، هاي الرقم. خلاص انا بجمعك من راسك لراسه للزلمه بتتفاهموا. لا بدي اجتمع ولا بدي بطيخ، ما احلى وانا مجتمع مع شخص ما بعرفه ولا بيعرفني، وانا عامل له دخيلك تعرف لي عنوان بيت بنتي. وديش بتكلف الشغله يا اخ؟ يا حيف على هالموقف، يا حيف. منيح بس مش عارف. منيح مش هيك؟ منيح يعني ماشي الحال. هي الايام بتهدي القلوب، بالنسبه لها هذيك جوازه اسوأ من الموت، فشو بده يصير معها اسوأ يعني. ان شاء الله ما بيصير معها غير كل خير. انا لازم اتحرك. لك لا وين تتحرك؟ ما بدك تحكي لي شو صار بينك وبين المخلوقه؟ يا زلمه كله تليفون، ايش بده يصير يعني؟ لساتنا في اول الطريق وانا متفائل. اسمع
ايش يعني عندكم في سوريا المساء؟ نعم سيدي، ايش يعني المساء؟ اولا يا مثقف، المساء هي كلمه فصحى، ما لها مصطلح سوري مشان ما تعرف شو يعني. يعني لو كانوا عم يسالوك مثلا عن الغسق، واحد بيقول مصطلح ضخم بده ترجمه، بس هذا المساء ولو. لك فهمنا، بس حدا بحكي لك انه بتصل فيك المساء باللهجه الدارجه ايش يعني؟ اي ساعه؟ بتعتم العين يعني. هسه انت بتتخوت علي مطول اللي تعتم العين؟ بعد الساعه 5 ولا 5 ونص جاوبني. لك روح عنا يا، احكي معه امتى ما بدك حبيبي. مشان الحب الصبح بيصير مساء، بس القصه متوقفه عليك انت. والله كلام مهم، راح اساوي المساء هسه. بس قول لي ايش يعني هاي الغساق اللي قلتها؟ الغساق هو بالفصحى في فسق وبعدين غسق بعدين بيجي المساء. بحكي معه في الفسق. بالاذن. سلام. صحتين معلم. على قلبك يا جان. هاي النص منيح حلو مبلغ، والدور اللي قلت لك عنه ظريف ما بوشي. هلا بس هيك ما بوشي؟ لا سيدي مالي مصلحه، ما بدي هالقصه كلها. لك يا ايمن طيب خذ فكره اقرا. استاذ ايمن مرحبا. اهلين اهلين يا هلا. مو مصدقه حالي اني عم سلم عليك، عن جد عن جد انا كثير معجبه بتمثيلك. تسلمي كلك سو. ما بدي اخذ وقتك استاذ، بس بدي اسالك سؤال صغير، شو محضرنا السنه الجايه؟ والله لساتني عم بقرا ما اخترت شيء. بالتوفيق ان شاء الله، بس ما عاد نقبل الا البطوله ها. ان شاء الله. يلا بالاذن استاذ، اسف على الازعاج. لا بالعكس انا انبسطت فيكي. وانا طارع عليك كثير، شكرا كثير لك استاذ. تسلمي. شايف استاذ ما عاد يقبلوا الا البطوله. لك يا ايمن شو بدك بالمعجبات والمجاملات؟ هلا هدول مجاملات؟ انت هيك شايفني ما بستاهل بطوله؟ انا برايي بتستاهل كثير، وبتستاهل بطوله بهوليوود كمان. بس يا ايمن حتى اللي عم يلعبوا بطولات بيلعبوا ادوار صغيره احيانا. ايه بس لاخذ بطوله بالاول ببقى مرات بفكر العب ادوار صغيره، بس بعد البطوله مو قبلها. ما بعرف شلون عم تفكر انت. هلا لا تفهمني غلط الله يخليك، بس وينه؟ هي صار له 10 ايام انا مارد لعنده لهلا ما اتصل. خلاص ولا يهمك عندي. صحيح انا معاك انك تستغربي، بس الغرابه مش اشي عاطل، يعني ما فيش احلى في الحياه من الدهشه. مزبوط، بس ما بعرف يعني انا ما بعرفك وانت ما بتعرفني. حط حالك بمحلي او فكر انه اختك محلي. عندك اخت ما هيك؟ لا لا اخت ولا اخ. طيب لنفرض عندك اخت، وش بطلب يشوفها؟ شو بتوافق؟ الحقيقة مش عارف، ما جربتش ولا قدران اتخيل. بس يا سيدي بشارطك اذا عندك اخت وهي قالت لك انه بدها تشوف شب ما راح توافق. بقدر لي اياها هي اني قبلاني نحكي كم تليفون قبل ما نلتقي. مقدر لك وحياة عرضي مقدر لك، بس خلينا نلتقي وشوفي قديش راح اعبر لك عمليا اني مقدر لك. كيف؟ كيف يعني تعبر لي عمليا لما نلتقي؟ ما فهمتها هي وما حبيتها. لا لا مش قصدي انا. قدي صار لي قايلت لك تعي حطي الغدا معي. يلا ماما جاي بس عم بحكي تليفون. يا اوعك التليفون التليفون. انا صار لازم اسكر. ما بدي اياك تسكري وانت زعلانه. استاذ امجد خلص بعدين بنحكي، مع السلامه. الو نال.
شلونك؟ سامر أنا جاي أعتذر منك مشان هداك اليوم، ما بعرف شو صار لي، ضجت. بسيطة بسيطة، مقهور من أختها وما أحسن توصل لك، فششت فيني عادي. سامر لا تبلش، أنا جاي لعندك مشان نتفاهم. وعلى شو بدنا نتفاهم بالله؟ أخي الواضح إنه هي الكلبة متخبية منيح وما راح ترجع لحالها، لازم ندور عليها. ولك قلنا لك خلينا نراقب اللي شاكين فيهم بالأول، ما رضيت. يا سيدي حقك علي، أنا كنت مفكر إنه رح ترجع بدون ما نتعذب هالعذاب، بس شكلها صعبة. خلاص مو مشكلة، خلينا نحط القائمة ومن بكرة الصبح منبلش. مشي. بس بتعرف سامير، أنا في عندي شغلة وما بعرف إذا بتقدر تساعدني فيها. خير؟ لك أنا من هديك الليلة تنذكر وما تنعاد ما عاد نزلت على الورشة، وعندي شغل كتير وطلبات، حتى اللي بيشتغلوا عندي ما عاد اعطيتهم رواتبهم، فاذا من بكره بدنا نبلش يعني. خلص خلص، اذا شغلت مصاري لكن لك فكر منه، مو مشكله بتنحل. قوم روح على المطبخ جيب لي القائمه خلينا نبلش شوف شو بدنا نعمل. يلا لك قوم. شايفك ملبك يا إيه. ما بعرف كيف رح يتقبلوني. لك هلا بالنسبة لجهاد بيعرف كل القصة، واختي حدا طيوب وبسيط رح يتفهم الموضوع. انت شو رح تقلون؟ صديقة. هيك عادي؟ يعني عادي انه اختك تعرف انه عندك هيك علاقات؟ اكيد انت بتحسب عليها النفس. لك انا؟ ما لقيتي غير انا؟ ما اختلفنا، اكيد انت منيح معه. هلا اذا فجأة تجي بتقول لك عندي رفيق، يعني شو تكون ردة فعلك؟ شو بدها تكون يعني؟ انه انا ممكن اقول وصلوا اجاك الفراغ. يا وشف هذي وصال وهي وصال اختي. مرحبا روبا. هداك نازل جهاد. مرحبا جهاد. روبا خيو. روبا صديقتي لتروح معنا، في مشكلة؟ لا لا اهلا وسهلا. يلا شرفوا لك. تعال تعال لك انا حسوق، انت عريس جديد ما خرجك تسوق. والله ما بدي اشيلك صلاح. خلص خلص اسمع الكلمه، يلا روح على السريع. تفضل تفضل. اختار سايرك مش عارض المره بس. ها شو لك شباب؟ ليه فيها بنزين؟ لا نادر انا ما مخونك وان شاء الله المصاري تبع التليفون، بس انت الشاب اصلا مالك زائل عنه، يمكن معتبر انه الموضوع ما بيخصك والشيء اللي عملته بنتي وصال بيزي سمعتك. عمي لا تواخذني، انا فعلا بنتك ما بتخصني، إيه ما بتهربني، بعدين اي عرضك مو عرضي. ما بقلبك على الحكي سامع؟ سامع؟ لا لك امي، انت شو عم تحكي؟ لك يا جماعه افهموني مشان الله، انا ما عم بحكي من فوق الاساطيح يا مو، ايه، انت عم تحاول تقنعني وتورطني بالقصه بحجه شرفي وسمعتي. إيه لا شرفي ولا سمعتي لهم علاقه، بعدين هي مالها اختي. ايه طيب لو كانت اختك شو بتساوي؟ كنت دبحت على البلوعه. طيب بعد العشره ما صرت تعتبرني مثل ابوك ووصال مثل اختك؟ بلا عمي بلا، الله يشهد انك اعز من ابي، بس انت بتتذكر شلون كانت تكش بوشي واخوها؟ بتتذكر ولا ذكرك شلون كان فهمني اياها بالمشربحي انه مو طايقني وما بده اياني دوس هالبيت؟ انا ما سكتت له، قلت لك هذا بيتك وكرمال عيون وخاطر امك، امتى ما بدك تجي على البيت؟ كتر خيرك عمي كتر خيرك، والله هذا المعروف ما بنسى لك يا طول عمري، بس يعني كمان لا تواخذني، انا ما بنوجد بمكان ما حدا طايقني فيه. المهم هلا شبنا بهالحكي الفاضي، هلا اللي بدك تساعدني ولا لا؟ عم بعمل جهدي عمي، مالي مقصر بنوب، بعدين انت بتعرف انه لحقته لصلاح لحتى اعرف عنوان البنت ما احسنت، خلص ما لنا غير موضوع التليفون، حنجيب العنوان عن طريق التليفون، بس ببوس ايدك، انت طول بالك شوي، وهي شغله اني اروح لخالته لجهاد وفوت لعندها على البيت وهددها؟ لا بدك تسمح لي فيها، يعني لا تواخذني بدايتين، بتجيب الشرطه و لازم صفق لك على هالحكي،
يلي لميناه من نظارة 4-5 مرات صار يقول لي هلا بتجيب لي الشرطة وها. عمي لا تواخذني، هذيك كانت أيام ولدني، يعني أنا مالي علاقة بهذيك الأيام. خلص انتهينا ولدني ولدني، خلص ما بقى بدي منك شيء، بطلنا، أنا تعبان بدي استريح. عمي اسمعني شوي. أنا الحق علي بتقبهوش. والله ما بيهون علي يزعلوا أنا بنوب. بس يا تأمي بكرة بيرضى، بس وينك أنت ما تدخل حالك بشغلات مالك فيها. الله يستر أمي الله يستر. نعم شو بدك؟ هلا هيك يعني؟ والله ما بعرف، اسأل حالك. لا خلصنا ولو حاجت بني بشرفك. لا أمير مالي جدبة، أنا عرفانة منيح شو بدك وعرفانة لشو بدك توصل. أيوة ولشو بدي أوصل؟ واضحة، ما عاد تشبعت من الأفلام اللي عم تشوفها وصرت بدك تشوف شي تاني. يا ستي وفرضا هيك شو المشكلة؟ شلون يعني شو المشكلة؟ شلون شو المشكلة؟ ما أحلام أنا مفرجيتك على حالي. إليك شو أنا عم قلك تعي لعندي على الكاميرا؟ والله مستحيل حبيبي لا تحلم. وليش يعني؟ هيك لأنه ما بيصير. وليش ما بيصير؟ لأنه عيب، وإذا كنت عم تدق لي مشان هيك لبقدق. لا لا مو مشان هيك. لك أنا مشان شو؟ لك لا لا بس أنا هيك ضايق خلق شوي وجاي عبالي ندردش. أمي فوتي على النت شوي تاني. يلا ناطرك لا تأخري. ماشي ماشي. هلا بس لا أتأكد إنه نادية رجعت من عند رزان ونامت، لأنه مالي مضطرة أكل بهدلة من تحت راسك. ماشي باي. أوكي باي. والله حلو كتير، بلغ لحظة وتقلع عليه للشاب طلعي شوفي وتعرفي عليه. لك أنت متخيلة؟ متخيلة إنه شاب بيحبك من أول نظرة؟ عن جد قصة بتاخد العقل؟ ما بعرف هلأ مريح هيك؟ هو من الأردن، أنا ما بدي روح لمحل، ما بدي سافر، بدي ضلني هون. بعدين هي الطحشة بتريح؟ أنت اللي بدك تشوفي إذا بتريح ولا لا، طلعي شوفي وتعرفي عليه. هو؟ ردي ردي عليه. مرحبا رزان. اهلين وسهلا. لا تواخذوني جيت بلا مواعيد، بس لقيت حالي قريب من هون قلت بمرق. كيفك؟ اهلين تفضل. احنا ما في بيناتنا مواعيد، بس انا بدي استاذن شوي رفيقتي عندي جمله. تفضلي خذي راحتك. شو استاذ؟ شو لسه امبارح حكينا بالقصه، ما لحق يصير شيء. وليش بنرفز؟ أنا بس عم اطمن عليك. حديثنا انقطع بشكل مش واضح. صدقيني ما قصدتش اشي لما قلت لك بعبر لك عمليا، غير انه رح تشوفي بعيوني قديش مقدر لك انك عم تحكي معاي. بتمنى تفهميني صح وما نبدا على سوء تفاهم، انا بعتذر عنه من كل قلبي. بتمنى تتصلي فيي اول ما تقدر. شو كتير لطيف ومهذب، كتير اكلها من يكون متضايقه وزعلانه منه. ايه خلص لك القصة، ما بدها فلسفة، طلعي شوفي وفهمي منه كل شيء، وبعدين يا بتقبلي يا بترفضي. صدقيني قلبي حاسسني انه حركات التقل هي ما لها طعمة. هيك قلتك؟ ايه هيك قلتي. طب المهم انت كمليلي شو؟ عن ملهم؟ ما بعرف، عم نلتقي، ما بعرف شو بيصير. بتحبيه؟ سؤال صعب كتير، مو حابة أسأله لحالي من هلأ. عم نتعرف على بعض من دون ما نسمي علاقتنا شي محدد، مو صداقة بس كمان مو حب.
مرتاحين ومنسجمين، ما بعرف لوين منوصل. طيب الو. ايه ماما يلا ناسله. يلا باي باي. في شيء؟ لا ما في شيء، بس هيك حتى لو بالبنايه ما لازم اتاخر، بضل بتستفقدني كل شوي والتاني. معلش حبيبتي لا تتضايقي، حتى لو انزعجتي شوي بس صدقيني بكفي انه حاسه معكم. تسلمي لي، يلا بشوفك. ايه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. شو؟ ما عم بتفوت على عقلي هالقصة. هلا هي ما بتفوت على عقل، بس يعني بتصير. بتصير؟ كيف يعني بتصير؟ وانت عم تتعامل معها بكل برادة وعم تضحك معها، لأ وتاريك عرفان القصة من أولها لآخرها. يعني بس بدي افهم أنا، كيف بتصلي وبعد شوي بتقلي إنه عادي الوحدة تكون خاينة لجوزها؟ ما عم بفهمها. وصال، فيني أطلب منك طلب؟ شو؟ حبيبتي، هلا نحن متزوجين وقدامنا عمر كامل نعيشه أنا وياكي. بس بدي اطلب منك، شو ما بدك تناقشي ناقشي، شو ما بدك، بس بصوت واطي وبدون عصبيه. لا حبيبي انا ماني معصبه عليك انت. هلا علي ولا مو علي، كل شيء بينحل بالرواق. يعني اذا علي صوتك بصير المنطق تبعك اقوى؟ اكيد لا. بعدين شلون مو علي؟ انت هلا عم تهاجميني لاني كنت لطيف مع المخلوقه. يعني انا كنت عم حاول افهم انه كيف هالشيء بيزبط مع الدين والصلاه. ما بتزبط حبيبتي، ما بتزبط. بس أنا كمان مو شغلتي حاسب العالم، في رب العالمين هو اللي بحاسبهم. بعدين ما تنسي إنه هي رفيقة أخوكي صلاح، وإنتي بتعرفي شو صلاح بالنسبة لإلي، هو أكتر من أخ. بعدين مو كل المسائل بتنقاس بالمسطرة. أنا بحسب ما قال لي أخوكي هي المرة مقضية المقاضي مع جوزها، خنايق وخيانة وضرب وإهانات. أنا فيني حاسب واحد عم يسرق ومعه مصاري كتير مثل اللي عم يسرق لأنه جوعان وبده طعم أولاده، وبنفس المنطق فيني حاسب مرة غلطت لأنه ما عندها أخلاق، مثل المرة اللي بتغلط وهي عايشة عن جوزها بجحيم، هو قاسي ولقيم عليها وخنقها خنق. تقبرني ما أحلى حكياتك. وصال حبيبتي، الرحمة من صفات رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم، واتنيناتهم إلهم علاقة بالرحمة، والبني آدم خطاءها، وخير الخطائين التوابون. تعرف؟ شو؟ حاسة بإحساس بحياتي ما حسيته. شو هو؟ الأمان. هلأ وأنا عم بسمعك كيف عم تحكي عن ربا، حسيت أني معك بأمان. بأمان ما في شي بيهزه بالعالم. يعني إذا قلبك مليان عطف ورحمة هيك على الغريب، فكيف رح يكون على مرتك ويلي رح تصير أم ولادك؟ أكيد حبيبتي أكيد، أنا رح أحطك بعيوني بإذن الله. تعرف أنا وصغيرة كنت كتير خاف من أبي، بس كنت أحتمي بأمي الله يرحمها، بس هي ما كانت لعب إيدها شي لأنه كانت يا دوبة تحمي حالها. وبعد ما توفت أمي صرت خاف من أبي ومن مرته، بس صلاح كان دائما معي. بس لما يطلع هو وأبي برات البيت على الشغل تستفرد هي فيني. شفتي؟ هلأ فكري بهالحكي هادي شوي، ربا ولا مرت أبوكي؟ وشو جاب هاي لهي بقى؟ ما هي القصد، يعني مين بتحبي أكتر مثلا؟ يعني مين الإنسان أكتر بهيك حالة، ربا ولا مرت أبوكي؟ طبعا ربا. ها شفتي، وهي العلاقة بالرحمة كمان. هلأ ربا إنسانة ظريفة ولطيفة، وأكيد غلطت، وبجوز هي الغلطة كمان ما تغلطها مرت أبوكي بيوم من الأيام،
بس يعني بتضل هاي المخلوقة ما بتغلط بحق حدا، يعني هيك مبين على القليلة. مزبوط. شبك؟ شو بني يعني؟ عريسي جديد وكل نهار ما قدر ينفرد بعروسته. عن جد اشتقت لي؟ لك طبعا عن جد اشتقت لك، شو عم تحكي انت؟ لدرجة كنت اقول لهم ارجعوا على الشام حلقوا وتركونا لحالنا بلادية. وليش ما قلت لهم؟ شو بعرفني يا ست خجلت هيك. خلينا نفوت على الغرفة. لا من الأول بقيها لهالجملة دخيلك أنا. تعي شوف. استنى تليفوني عم برن. هذا بيكون صلاح عم يطمن إذا انبسطنا بلادية ولا لا. خلينا منه هلا. خلص ماني زعلان عن جد خلص. ايه منشوف بعض يعني، بس بالاول خلينا نحكي كم تليفون مع بعض لحتى نفهم شوية شغلات، بركي انا وياك مع بعض مزابطين. متفائل؟ وعلى اي اساس متفائل؟ انا؟ لا متفائلة ولا متشائمة. لا هلا نعسانة كتير. اوكي ماشي، تصبح على خير. مستحيل أمير، مستحيل، ما بدي. لك ليش يعني؟ شو المشكلة؟ طيب افترضي إنه الدنيا صيف، ما بتعدي بالبيت بتياب خفيفة؟ دخيلك على هالفرضية. ها شفتي؟ شفتي إنك واحدة سخيفة؟ بالله مين بيناتنا سخيف؟ أنتي. لك ما بتتذكري لما كنا نطلع على البحر ما كنت شوفك بالمايو؟ أي بس بوقتك كنا صغار. على أساس هلأ إذا طلعنا على البحر ما حشوفك بالمايو أنا. اي بس على البحر غير شي. لا ستي مو غير شي عمي، رح خليك تشوف.